افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم فعاليات الدورة السادسة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي والذي يقام على مدى يومين في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار مشاركة مجتمعية تنمية شاملة. وألقى سموه كلمة رئيسية خلال حفل افتتاح أعمال المنتدى، أكد فيها على أن الإنسان هو محور التنمية في مختلف مراحله العمرية. أحد العناوين المذكورة في برنامج هذا الحفل التنمية المستدامة، وأنا لست منظرا وإنما سأسرد عليكم عملية التنمية المستدامة بالأرقام والذكر والخطوات. منذ 32 سنة بدأنا هنا في الشارقة الالتفات إلى الأطفال، وبدأ أول مركز للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى مدى هذه السنوات 32 سنة لم نكل ولم نمل، وإنما نتطور بما نتعلمه من الآخرين. هؤلاء الأطفال كانوا لدينا في مراكز علمية، مراكز ثقافية، حيوية، روحية، بها كل حاجة تسعد الأطفال وتثقفهم وترتقي بهم. وبعد ذلك تطورت المسألة أن هذا الجيل الذي تخرج من فترة الأطفال كبر ووصل إلى السنة 12، وهنا فتحت مراكز الناشئة، وهو نفس النهج إنما على نطاق أكبر: التثقيف، التعليم، والبحث العلمي كذلك. وهؤلاء كبروا وصلوا إلى الجامعة، بعد ذلك كانت هناك المدينة الجامعية تفتح أبوابها، الجامعة الأمريكية، جامعة الشارقة، الجامعات الأخرى الموجودة، الكليات. وكان ذلك قبل 20 سنة. الآن هؤلاء الأجيال التي كانت هناك في الطفولة أين هي الآن؟ في سنة 97، أي قبل 20 سنة، وضعنا برنامج برلمان الأطفال، وبرنامج برلمان الأطفال يبدأ من السن 5 إلى السن 12. وحدثني أحد المسؤولين من الدوائر، وكان البرلمان الأطفال فيه الانتخاب الحر والترشيح والإعلان كأنهم في الحياة اليومية للكبار. كيف ستكون تلك البنت اليوم؟ كيف سيكون ذلك الولد اليوم بعد التجربة الطويلة؟ من ضمن المرتبين والمساعدين في هذا المنتدى بعضهم من درسوا في برلمان الأطفال، ولل
إيضاح الصورة، عندنا اليوم هنا مجموعة من أطفال برلمان الأطفال في سنينهم ذاتها. لدينا بعض الأعضاء في المجلس الوطني وهم لاحظوا كيف النقاش بين هؤلاء وكيف العطاء وكيف الأدب وكيف التصرف، كلها درسوها على مدى السنين التي مرت بها، برلمان الأطفال، برلمان الشورى، برلمان الشباب، والشباب من الفئتين كذلك يعني. إذن هذه تنمية في هذا الجيل الذي تربى. هناك خط آخر وهو التعليم، والتعليم هنا في المدارس، من هنا إلى مدارس النموذجية المتطورة ثم إلى المدينة الجامعية، والمدينة الجامعية فيها أرقى العلوم. إذن هذه التنمية لما يتخرج هذا الطالب من الجامعة أين يذهب؟ لو أخذت رأسا إلى الوظيفة لا يستطيع، لأن لا يعرف مداخلها. ولذلك لدينا كذلك التأهيل الوظيفي. ما عندك بعد هذا كله؟ عندي البحث العلمي، وعندنا يعني نصرف ربما 400 مليون يعني 120 مليون دولار سنويا إن شاء الله على البحث العلمي. طيب، وبعد ذلك، بعد ذلك أنا رجعت من الأول لأني شفت في شيء من الخلل في تركيبة نفوس، كانوا شباب، كانوا موظفين، كانوا طلبة، في هاجس في قلبي، ارجع ارجع لخطواتك من الأول. بدأت من رياض الأطفال مرة ثانية، وضعت 66 حضانة، نأخذ الطفل من ست أيام، هنا نربيه التربية السليمة. طبعا ما نستطيع نعطيه الحنان، ولكن أمه ستكون متواجدة. ولذلك هذه التنمية بصورها الحقيقية بدون تنظير هي هكذا. نتمنى من الآخرين أن لا يرددوا الكلام الذي كثير من الناس لا يعرفه. لو قلنا لأي واحد الآن ما هي التنمية المستدامة يقول ما أعرف شو التنمية المستدامة. هذه الصورة اللي أنا رسمتها إحدى صور التنمية المستدامة، أي أنك وضعت تنمية هذا الإنسان باستمرار عمره كله. هذه صورة من صور العمل المجتمعي الصادق. نحن لا نريد أن نطيل عليكم، ولكن نتمنى إن شاء الله من الجميع الذين يتحملون المسؤولية أن يراعوا المجتمع، وإذا أرادوا أن يبنوا فليبنوا حول الأسرة وحول الفرد. ونحن هنا في الشارقة كل عملنا منصب على الفرد، من بداية طفولته
إلى أن يصل إلى آخر عمره. ذلك من أراد أن يطور مجتمعا فليؤسس على الإنسان، والإنسان هذا يكون منذ الطفولة إلى أن يكتمل، ونبني نحن كل حركتنا حوله، لا تخرج عن ذلك. ولا يهمني أنا شرقا أو غربا، إذا كنت أنا أنمي إنسانا وأعلم إنسانا ولكل واحد يقوم بذلك، والله الفخر والفخر. ونتمنى كذلك لهذه الدولة أن يكون مسارها نفس المسار إن شاء الله. لا أريد أن أطيل عليكم، فأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والسداد، وشكراً.